مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمه. اهلا بحضراتكم حلقه جديده من حلقاتنا النهارده. ان شاء الله مهارات جديده بناء على طلب حضراتكم، واتمنى يا رب الوصفات تنول اعجاب كل مشاهدينا الكرام من خلال شاشه قناه الاهلي. النهارده الطلب مننا كان من كام اسبوع كده، استاذ احمد طلب الكشك الصعيدي، وربنا وفقنا والحمد لله. وصحيح طبعا ابعت شكر لدكتور علاء الدين لانه هو اللي جاب لنا الكشك من الصعيد وهو جاي علشان نعمله في الحلقه بتاعتنا، لانه هو ليه تكنيك. والحقيقه انا النهارده حبيت ان انا اوضحه لاكثر يعني من البنات والشابات اللي حابب يعمله في البيت، وبياخد شويه وقت، وهم دايما في البلاد بيعملوه بكميات. هديكم النهارده كده الايه الحاجه الرئيسيه اللي حابب يعمل في كميه صغيره ان شاء الله وينجح مع حضراتكم وتستمتعوا بيه. والنهارده هنعمل الكشك الصعيدي، هنطبخه يعني في الحلقه، وهنعمل جنبه فرخه. اللي عنده بطه بقى ربنا يكرمه يعمل البطه، احنا النهارده هنعمله بفرخه جنبه كده ونشوف الدنيا فيها ايه. تعالوا نقول بسم الله ونتكلم عن الكشك الاول. الكشك عندي احنا هنبدا بالفراخ. طب نحط الفرخه الاول وبعدين نبدا بالكشك. يلا نحط الفرخه، معلش تستوي مع حضراتكم واقول لكم برده ايه حته كده عن الفراخ. طيب عندي فرخه متوسطه، الفرخه المتوسطه دي زي ما حضراتكم تحبوا، عندي بصل وطماطمايه جزرايه عود كرفس لو في ورق لورا حبهان فصين مستكه ملح وفلفل زيت او سمن للتحمير. احنا هقول لكم انا بعملهم ليه الزيت او السمن او معلقتين الزيت دول عشان اسيح فيهم فصين المستكه. بصوا بقى، انا بالنسبه لي في الفراخ بحب اعملها على مرحلتين، يمكن انا بالذات للفراخ الناس اللي بتستخدم الفراخ اللي هي ايه البيضه، عشان الفراخ البيضه الى حد ما بنحاول ايه نديها ريحه كويسه ونتعايش مع ايه فكره الفراخ البيضه عموما يعني. فخلينا كده ايه نسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الفرخه الاموره، هبدا احط هنا معلقتين زيت صغيرين، وهقول لكم انا هنقلها، انا بسخن ميه هنا نظيفه صغيرين قوي، هحط فيهم الكام فص مستكة أدوبهم هنا. ومعايا ورقتين لورا وكام فص حبهان، مش كتير اتنين كده. وهاخد الفرخة الأمورة دي، ممكن نكتف كده الكتف هنا وهنا، وأحط طبعا نضيفة من جوه ومن بره كله تمام. بصوا فلة على الصدر الأول. عشان إيه؟ إحنا بنصدمها، بنقفل المسام ونإيه؟ ونطلع يعني نساعد، هي طبعًا اتغسلت بالدقيق والملح وبعدين بالليمون، مية وعصير ليمون، واتغسلت واتشطفت ونضفنا من جوه كله. عايزين تحطوها صحيحة ماشي، عايزين تحطوها متقطعة اربع، اللي يريح حضراتكم. المهم ان في ناس بتحب قوي ايه، انا والله هقتلك يا محمد عن قريب يعني، ممكن نضحي بيك على العيد مفيش مشكلة خالص. هذه بقى الحاجات اللي ايه، ان نحط حاجات من غير ما ننتظم. لازم اول ما اجي اعمل حاجة في البيت لازم اعمل الحاجة كده الاول، وبعدين اضيف جنبها الحاجة الجديدة عشان انا كمان ما اتعبش في المطبخ، ده مهم جدا اما يجي. بس بصوا بقى اهو، وبعدين هبدا اقلبها. انا كده كده الجلد بتاع الابيض ما بستعنيهوش، معلش سامحوني يعني. الفرخه البيضة انا ما باخدش الجلد بتاعها، الناس اللي بتحبه مفيش مشكله، بس انا بالذات الفراخ البيضة ان دورتها صغيره، ولما بتكون اخذت يعني دواء اخذت حاجه ما بتلحقش تتكسر في الدوره بتاعتها، عن الفراخ الحمراء او اللي بتبقى دورتها 70 يوم بتكتر شويه. بصوا انا عملت كده، هاجي هنا عندي ميه بتغلي طبعا نظيفه، هحط فيها البوكي جارني اللي احنا متفقين عليه، اللي فيه البصل وفيه الجزر، هو بيبقى مفيد للفراخ البلدي، مفيد في الفراخ البلدي اللي بتاكل اكل البيت، وبيبقى فيه اوميجا 3 وبيبقى فيه كمان. لكن هنا لا، انا بصراحه في الابيض ببعد عن المرق بتاعه وعن الايه الجلد بتاعه، انا صريحه. ادي كده عود كرات او كرفس اللي موجود، كام ورقه لورا، كام فص حبهان، انا بحط هنا معلش زياده كده معلقه من الثوم
الباودر، وعندي هنا احنا حاطه خلاص المستكه معاها هنا. هاخد بقى الفرخه دي، هي خلوا بالكم الفراخ البيضة فيها ميزه ان لحمها بيبقى اطرى، وهنحطها هنا، بتبقى حلوه في المشويات قوي وفي الصواني. لقوها دايما كده ايه عمليه، يعني بترمي لحم كويس وبتبقى ايه يعني في الوصفات دي بتبقى جميله. طيب هشيل بقى شويه الايه كده، هو ما بتاخدش وقت طويل الحقيقه في التسويه زي الفراخ الاخرى. يعني معانا مدام منال، اهلا وسهلا، صباح الفل. وحشتيني والله يا حبيبتي. الله يسعد قلبك، ما تشوفيش وحش ابدا يا رب. حبيبتي انا عايزه اسال، الكشك اللي انت تسميه ده اللي هو الكشك الالماز، هو الكشك الصعيدي ولا في فرق؟ لا في فرق، اهو ده الكشك الصعيدي اوريهولك اهو، بصي كده ده معمول من القمح، من الحبه الكامله. انا ما اعرفوش ده يا شيف عظيمه. ده جميل ومفيد افاده وكله الياف. طيب طبعا في بعض الناس من الصعيد بيبيعوه في السوق، وانا هقول طريقته دلوقتي يا مدام منال نعمله ازاي. يعني طعمه حلو برضه زي الكشك الالماني، هيبقى روعه، وهقول لك هيبقى بديل للبن الجميد اللي بيعملوه بيه هناك، هنعمله احنا بايه هنا. طيب خلاص انا معاكي لغايه اخر الحلقه حبيبتي. وانا انت لما قلتي الكشك عمال اقول ايه؟ لا مش الالمز، لا مش الالمازيه الابيض اللي بنحط له دقيق ومرق وزبادي، لا هو ده مختلف شويه، لانه هو نوع الكشك نفسه مختلف، معمول من القمح. هقول لك بقى انا مراحله كلها وهتعرفيه دلوقتي اكتر. طب خلاص انا متابعاكي وتسلمي. تسلمي يا حبيبتي، صباحكم زي الفل حبيبتي. صباحك رضا من رب العالمين، في حفظ الله يا فندم، في حفظ الله، ربنا يبارك فيكي. طبعا انا هحط هنا رشه ملح كده مش كتيره يعني، واحط رشه فلفل، بسم الله. وايه ومعلش اسمحوا لي انا عايزه انقل دي على العين اللي هي هنا بعد اذنك، شكرا. وخليني ايه عشان يعني تستوي معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. هنغطيها، حلو قوي الكلام ده. تعالوا نتكلم عن الكشك بقى. الكشك الصعيدي عشان نبقى متفقين هو القمح الحبة الكاملة، قمح الحبة الكاملة زي اللي بناكله في البليلة، عارفينه هو ده، بنجيبه هما هناك في الصعيد، وتحية لكل أهل الصعيد الحقيقة، لأنهم بيتعبوا بجد، بيعملوا حاجات حلوة جدا وبيتعبوا، كل حاجاتهم فيها مجهود جسماني قوي. المفروض هما بياخدوه بيغسلوه كويس قوي 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 قوي، وبعدين ياخدوه ينشروه، وبعد ما بيتنشر يعني ينشف شوية، يبدأ ينشف عشان بياخدوه بعد كده على المطحنة، بيروحوا كده على المطحنه يطحنوه يجرشوه. لما بيتجرش بيطلع لنا، بياخدوا منه حبه فريك اللي احنا بنحشي بيه الحمام، عارفينه بيكون اتجرش كده، شايفينه ازاي بيطلع منه مجروش حلو. طب نقول المقادير ونحكي بعدين على الخطوات انا مع حضراتكم. كشك صعيدي منقوع. انا اقول هنا طريقه التحضير مش الطريقه اللي انا هحكي عليها بتتعمل ازاي من اساسه. طيب عندي معلقتين دقيق، وعندي بصل مفروم، وعندي سمنه، وعندي مرقه، وعندي رشه ملح، وبصل متحمر زي البصاره اللي بنعملها بالظبط وزي الكشك. طيب طريقه عمل الكشك نفسه، لو احنا مش هنجيب القمح ونغسله وبعدين ننشره وبعدين عايزين نطحنه ونجرشه ونعدي بالمرحله دي، ممكن تجيبوا فريك على طول وتبداوا في عمليه ايه العمليه دي من الفريك نفسه، من مرحله الفريك اللي احنا بنشتريه من عند العطار. بياخد ايه هو؟ بياخد كمون حب او كمون وشطه ولبن رايب. بصوا بقى اللبن الرايب ده، معلش اعملوه لبن جميد يا جماعه، اكتبوه لبن جميد عشان بس نوضح للناس. البديل ليه ايه عندنا هنا في المدن؟ البديل ليه وهم ده كلامهم ونصحونا بيه، ان احنا نجيب الزبادي نعمل منه اللبنه اللي احنا فاكرين لما جبنا الزبادي وعملنا منه اللبنه وصفيناه وعملنا اللبنه لحته واحده كده، هو ده اللبنه، ونخلط معاها اللبن الايه الرايب. هما دول البديل للبن الجميد اللي هما بيعملوا بيه هناك فين الكشك بتاعهم. طيب انا جبت شويه من الفريك، او يعني بعد ما خلصنا خلاص غسل القمح بتاع البليله وشطفناه كويس وخدناه نشرناه، وبعد ما اتنشر واتنشف زي حبوب الحلبه خدناه طحناه جرشناه طلع مجروش زي الفريك كده، خدته حطيت عليه شويه من اللبن الرايب او لبن الجميد اللي هو عباره عن اللي عندنا ممكن نستعيد عنه بشويه لبنه مع لبن رايب، وقلبت وسبته نص يوم او يعني تقريبا مثلا 12 ساعه، 12 ساعه نص يوم او 10 ساعات، وبعدين اتشرب بدا يطرى، بدأ يطرى زي ما دي المرحلة اللي أنا بدأت أفركه كده يتفرك معايا. هسيبه؟ لا،
هجيب تاني من اللبن اهو الرايب وهبدا اصب عليه تاني. شايفين ازاي؟ وابدا اصب عليه تاني لحد ما ايه؟ وهسيبه تاني عشان يبدا المرحله اللي بعد دي اللي هي ايه؟ هاخده بقى اكوره وهضيف له طبعا الكمون. تعالوا كده بصوا بقى، اجيب صينيه كده معلش اسمحوا لي، انتوا مش حاطيني بوله صح؟ هحطها هنا ماشي، خليني احط هنا. ادي شويه لبن رايب، شطه وكمون. هو محمد فين؟ ماشي، ما بياخدش اكتر من كده، ما بياخدش حاجه تاني، ما بياخدش حاجه تاني. وناخد ام اسلام، هات لي كمون مطحون. ناخد ام اسلام حبيبتي، صباح الفل. صباح الهنا يا حبيبتي. حبيبتي عامله ايه روح قلبي؟ عامله ايه الحمد لله، وكل يوم عند دكتور. اه والله مين سامعك يا حبيبتي. الحساسيه بس الفتره دي عشان فتره شهر التراب، معلش. ربنا يعينكم يا رب ويعيننا جميعا، بعيد عنك كل حاجه وحشه حبيبتي والله. ربنا يبارك لك، بس الحلقه الجامده قوي دي يا روح قلبي. الله يسعدك تعليمك يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا رب. انا كنت من زمان عايز اعرف ان هو بيتعمل ازاي. اه ده جميل، جميل ومغذي والله يا ام اسلام. اه حبيبتي، وبحبه كمان بديل ان احنا بنعمله كده، ممكن ننقعه وبعد كده بعمله. انا اهو انا نقعه وهعمل لك شويه بس، هعمله مطبوخ، وانتوا بقى لو عايزين بالبيض اعملوا. أيوة. حته سمنه وبيض يبقى عسل. ده بقى ممكن في الفطار، ممكن ايوه بقى في العشاء بقى. ايوه كده، بس يعني العمايل بتاعته من زمان كنت عايزه اعرف، لان كنت من زمان بشوف في ناس قدامنا بينشروه. ايوه بياخد له خمس ست ايام وسبع ايام لو كميات كبيره. لحد ما ينشف، وبعدين لازم يدخل الفرن على حراره هاديه يتحمص عشان تعيش معاكي طول السنه. ان شاء الله. انا يعني جميل بجد. حبيبتي تسلمي، تسلمي وتعيشي. ايديكي والله، ربنا يبارك لك. امين يا حبيبه عمري، ومعلوماتك الجميله ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا ام اسلام، والف سلامه عليك يا حبيبه قلبي يا غاليه والله. ربنا يبعد عنكم كل حاجه وحشه يا رب، حضرتك وكل الساده المشاهدين. شكرا ليكي وكل الكرو، سلامي ليهم يا حبيبه. حبيبتي يوصل يا روح قلبي، شكرا لحضرتك، في حفظ الله. اتفضلي يا نور عيني، اتفضلي. تسلم يا محمد. شفتوا بقى بياخد ايه؟ يعني احنا كده عملنا البديل ماشي، ونقدر نعمله في البيت والله، وهتجربوه في كميه قليله كده قولوا لي رايكم ايه. معلش انا بس ايه عشان حطيت الكمون الحب، بحب احط كده حبه. بصوا لازم نسيبه تاني برضو. بنسيبه تاني نص يوم خلاص، ونبدا بقى ناخده تلاقوه بقى لازق كده عشان نقدر نعمل منه كور. يعني لما نمسكه بصوا يعمل كور، شكلوه بقى عايزينه كور كده، هما بيكوروه. بس طبعا لازم ياخد تاني نفس الوقت اللي سبناه فيه مع حطينا المرحله الاولى، ونكور ونحط. بيفرشوا له بقى هما زي مثلا ايه المفرش كبير كده فوق على تحت الشمس، ويبداوا يحطوه كور كور كور، يبدا يشد في الشمس لما ينشف تماما، وبيقلبوه بين كل يوم والتاني يتقلب علشان يبقى من جميع النواحي الكوره اخذت اتنشفت تمام. وبعد كده المرحلة الأخيرة بعد ما بينشف بياخدوه يحطوه في الفرن هادي، يدوله تحميصة لونه كده يلون خفيف، ويبدأوا يخلوه يشمع كده يبقى ناشف. تمسكوه تحطوه كده تحسوه زي الحجر عشان يعيش معانا طول السنة، يكمل معانا السنة محفوظ دون ما يبوظ. تعالوا بقى دلوقتي نستسمع حضراتكم، ريحة الفرخة هتبدأ تطلع الروائح الحلوة علينا. هنستسمع حضراتكم، هنطلع الاستراحة، هنرجع بعد الاستراحة هنشوف هنعمل ايه في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية، واحنا هنكور بقى. بس طبعا هو لازم يقعد مرحلتين، مرحلة أولى 12 ساعة، وبعدين المرحلة بنعمل فيه بنفرفطه زي ما انا وريته لكم كده، تحسوه كأنه حبات مفرفطة زي حبات الرمل المبلولة. وبعدين نبدأ نحط الجزء الثاني مع الشطة والكمون مع لبن الجميد، ونبدأ نخلطهم كويس، ونبدأ بعدها لما يتشرب نعمل خليط ناخده بقى ونبدأ نكوره زي ما حضراتكم شايفينه كده، لحد ما نعمل وحدات الكشك الحلوه اللي حضراتكم شايفينها كده زي ما احنا بنعمل دلوقتي. والكشك ده مليان بروتين، عارفين بيدي الجسم كميه طاقه، وعايزه اقول لكم يخلوا الواحد يحس بالدفء بشكل قوي جدا.
كويس جدا لنمو خلايا الجسم، في نسبه الياف عاليه جدا وبيحسس بالشبع لفتره طويله، في نسبه كالسيوم حلوه للاطفال جدا. في الصعيد دايما لازم يعملوا، انتوا عارفين كمان ام اسلام بتقول ايه، انا بعمله يتعمل بالبيض، هما بقى في الصعيد كمان يحمروه لوحده بالسمنه البلدي وياكلوه كده من غير بيض ساعات. يعني ايه، ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده. بصوا انا هشيل دول بقى، لا استني اتقوط، خليكي معايا. ايوه فهماكي ماشي. طيب انا هاخد بس ايه الطاسه كده الجميله دي، لا نقول تاني بقى، تمام ماشي اوكي كده. ايوه طيب تعالوا بقى احنا نجيب ايه، ادي الحله الثانيه هنحمر فيها البصل بقى. خلي دي هنا انا حطاها عشان فيها المرق بيسخن، المرق ده مرق طاسه. خليني اجيب طاسه كده، بسم الله، ادي كده ايه بسخن اهو. ماشي حاضر، ممكن ننقل دي على اللي جوه، انتوا حاطينها لي هنا ماشي. يلا بينا نحط الطاسه مكان الحله، اريح اصغر حتى، انا حسيت الحله كده كبيره قوي. يلا حبايبي بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا المرق بسخنه اللي هبدا احط فيه الكشك. الكشك عملت فيه ايه بقى، خلاص احنا لو عدينا بقى مرحله التنشيف بعد ما بياخد في الشمس ويتقلب ونبدا نشيله كور، طبعا لازم تحطوا حاجه فوق عشان ما يجيش عليه حشرات، ما يجيش عليه حاجه. وبعدين نبدا ايه ناخده في مرحله التجفيف اللي هي ايه في الفرن زي ما اتفقنا، وبعد ما ناخده نسيبه بقى يبرد تماما، وبعد ناخده نشيله بقى في اكياس ويتشال يتخزن. لما بنيجي ناخده بناخد شويه منه نحط فيهم ميه، في ناس بتحط فيه طريقتين، يعني بابا كان الله يرحمه مثلا يحطه في مرق ولبن، كل واحد حر صح؟ طيب، او في مرق بس، او في ناس تحطه في ميه بس لو هتعمله في مرق او شوربه، يعني اللي متوفر عند حضراتكم اعملوا. بصوا اما بيدخل بيفبوش ازاي، تعالوا كده اهو، لازم يرجع كده الاصل، خدتوا بالكم اهو تمام. طيب انا بسخن مرق يعني بطه بطايه يعني جايباه من البيت، عشان ايه؟ عشان احنا مش هنعمل في مرق الفرخه دي. خلاص انا سايبه الفرخه اهي قدام حضراتكم عشان هي فرخه بيضه، لو كانت فرخه بلدي كنت عملتها. طيب بسم الله، حاضر حاضر حاضر، نقلب بس الفرخيه اللي عامله بليه من جميع النواحي دي، عايزاها على الصدر كده. وانا كنت عايزه افصل ده، يا سلام اهو، شايفين بقى الجمال والنظافه، مهم قوي الموضوع ده، نشيل الحاجات دي بقى وتتغسل بالليمون تبقى الفرخه كده رائعه. يلا نغطي هنا، وتعالوا بقى نحط الكشك ده الاول في المرق، نسمي الله، هحطه في المرق شويه عشان يبدا ياخد ويدي مع المرقه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، واللي هيتبقى بقى للجماعه يعملوا بيه ايه، شويه كشك بالايه بالبيض. ماشي طبعا بتحمروا الكشك الاول، لو عايزين تعملوه بالبيض تحمصوا الكشك ده الاول بالمعلقه السمنه البلدي او معلقتين السمنه البلدي الاول، يتحمص حلو قوي قوي، يتحمر حلو، بعدين تضيفوا عليه البيض وتحطوا بقى ايه رشه ملح وفلفل او كفلح ملح وكمون اللي يريحكم. حط بقى ده، بصوا كده انا بسخن هنا الطاسه عشان احط فيها، حاضر احط بس البصلايه. ومعانا استاذ احمد، يا اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ مبسوط جدا وبشكرك جدا. يا رب يبارك لك. الكشك بقى يا رب يسعدك يا فندم، والله على راسي من فوق، على راسي. لا واشكر الأستاذ علاء اللي جاب لنا الكشك بالصعيد. أيوه والله دكتور علاء اللي جابه لحضرتك، والله فعلا. يعني هو قلنا له ونبي يا دكتور حضرتك مسافر الصعيد، قال ده أنا رايح الأسبوع الجاي، قلنا له عشان خاطرنا. هو ممكن يتباع هنا بس هو هناك الأصلي بقى، يعني على أصوله. من المكان أيوه. فحضرتك غالي علينا بقى، ما رضيناش نعمل لك أي حاجة بصراحة. أهم حاجة كمان إن أنت عملت الطريقة بتاعة الكشك نفسه. يعني أيوه. طريقة عمل الكشك نفسه. يعني لأن في ناس كتير بتحبها يا أستاذ أحمد، فعلاً، في ناس كتير بتحبها. فأتمنى يا رب تنول إعجاب حضرتك إن شاء الله بإذن واحد أحد. تسلم يا فندم. أنا قاعد بتفرج هو أشوفه. ماشي يا فندم، يسعدنا يسعدنا متابعة حضرتك، اتفضل يا فندم شرفتنا، اتفضل يا فندم. بصوا بقى أنا أحط كل حبات الكشك الجميلة دي. عايزين نعمل كمية حلوة، الناس هنا ما شاء الله، يعني بصفي بقى كده من المية. طبعا اللي على الوش ده هتلاقوه كمون اللي احنا ايه
الكمون اللي محطوط فيه. فاكرين لما احنا قلنا حطينا كمون وشطه في الاول؟ هو ده نفسه اللي داب فيه، هو الكمون والشطه اللي حضراتكم شايفينه على الوش. ماشي الكلام؟ طيب واحنا قلنا كده الطريقه بتاعته سهله وجميله. هنحمره يا نور عيني، هنحمره حالا. هناخد بقى للبصل ده شويه زيت مع سمنه. حاضر، نحمر بس شويه كده، معلقتين زيت، هنحط سمن بس زيت شويه يعني تساعد كده معانا عشان ما يبقاش نسبه السمن كتير قوي. بسم الله عشان الناس تربرب ايه بس يا ودي. ونقلب بس هنا كده تقريبا. حاضر يا حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لكم كده شايفيني حلو حبايبي؟ طيب تسلموا لي يا رب. هنقلب بس تقليبه حلوه كده هنا. انا هنا عندي مكعب بحطه مرق كده يدعم الطعم، وده اختياري ما هوش، انتوا مش هتحتاجوه خالص ان شاء الله لو عاملين بقى مرق حلو كده بط وحاجات جميله في البيت. نقلب بس الكش كده شويه ونسيبه كده ياخد ويدي مع المرق. وناخد هنا البصلايه الحلوه دي، شايفين ازاي؟ هنحط بقى لازم رشه ملح وكمون. بصوا رشه ملح ورشه كمون. عايزين نشوحها حلو. انا عايزه اعمل بصلايه كبيره شويه عشان تبقى في جزء متحمر معايا، معلش احطه على الوش عشان ايه البصل ده بيدي طعم روعه للكشك قوي. رشه ملح دي بتساعد قوي البصلايه تنزل ميتها وتنشف معانا بسرعه، ما تاخدش وقت في التحمير كتير وما تاخدش نسبه زيت كتير وسمن. اهي مش هزعلك يا ندى والله. ايوه ونتابع بقى الايه التحمير بتاعنا ده، ونقلب برضو المرق. البصل بقى زي ما تحبوا، عايزين تحسوا بيه تصغروه شويه تكبروه شويه تخلوه انعم من كده، اللي يريح حضراتكم كل واحد وايه وطريقته يعني والطريقه اللي يفضل. معانا ام جوزيفي، اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا قلب، ازيك يا شيف عظيمه؟ ازيك يا حبيبتي يا ام جوزيفي؟ تسلم ايديك يا حبيبتي. الحلقه دي انت تعبتي فيها فعلا يا حبيبتي، متعب بامانه يا حبيبتي، بس تسلم ايديكي. تسلمي، بس طلعتي بقى اكتر من ندى يا حبيبتي. لا ده انا كنت لسه اسالك والله على الطريقه، اقول لك انا عملت صح ولا انا غلط. انت عامله جميل علينا بكتير يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا ام جوزيف، شرف ليا، ثقتكم غالية عليا يا حبيبتي. شكرا. زمان كانت امي تعمله لنا برضو زي كده حبيبتي الله يرحمها، لبن ساعات وناكله كده بالمعلقه. جميل برضو. جميل طبعا، جميل عشان من ايديكم وعشان انتوا الاصل يا ام جوزيف. الله يكرمكم يا رب، تحيه لكل اهل الصعيد. بس تسلم ايديك فعلا، ربنا يديك الصحه ويسعدك يا رب. امين امين، احنا وانتوا كل السامعين في الحلقه دي بامانه يا شيخ. الله يخليك، ما تحرمش منك يا ام جوزيف ابدا. جميله جميله، شكرا. ان شاء الله انت هتشجعينا نعملها، انا عمري ما عملت بس هتخلينا اعمله برضه زي. اعمليه بقى عشان يعني هيبقى يعني هتتبسطي بيه بجد. طبعا طبعا. حبيبتي كتر الف خيرك في تعبك يا رب. الله يخليكي، جزاك الله كل خير. شكرا شكرا لمكالمتك يا ام جوزيف، نورتينا وشرفتينا. بصوا بقى في المرق هو بيبقى ليه خليط تخين كده، لان عشان هو فيه الياف طبعا فيه نسبه، خلوا بالكم اللي على الوش ده كمون ما تخافوش. انا بس كل ما بلاقي حاجه كده على راي فنان الجميل الله يرحمه سمير غانم، ايه ده بيمشي، فانا بشيلها على طول. بصوا احنا طبعا هننزل تاني الطريقه، احنا عملنا الكشك بعد اذنك يا ندى، عملناه ازاي؟ احنا بنقول الطريقة اللي هنسوي بيها الكشك والطريقة اللي اصلا يعني كل اهالينا في الصعيد بيحبوا يعملوا بيها الكشك. الطريقة الاصلية اللي بيعملوها من الايه حبوب القمح الكاملة اللي احنا هنا بنعمل بيها البليلة، وطبعا هم اول ما بيسلقوه نص سلقة خلوا بالكم هم بيغلوه، يعني هم لما بياخدوه ويغسلوه وينضفوه ويدوله كده غلوة على النار يبدأ ايه ياخد غلوة كده خفيفة بياخدوا منه هم ياكلوا بليلة. تعالوا المقادير معانا، يبقى احنا عندنا للعمايل اللي احنا شغالين فيها دي كشك منقوع جاهز، عندي معلقتين دقيق اذا احتاج القوام ان انا اربطه بيه شويه وهيحتاج، بصله مفرومه وانا بحمرها مع حضراتكم حطيت عليها ملح وكمون، وعندي سمنه ومرق جاهز سواء مرق فراخ او بط زي اللي متوفر. عندي بصل بحمره اهو، وعندي بقى لطريقه عمل الكشك انا قلت لحضراتكم هو من حبوب القمح، لكن انا هنا لو انتوا عايزين يعني تعدوا مرحلة منه ممكن نستخدم الفريك، لأن الفريك هو المرحلة اللي من بعد ما بياخدوا القمح
يتغسل ويتنضف ويتشطف وبعدين يتنشر وياخد غلوة ينشف ياخدوه على المطحنة يتجرش، فيبقى هي مرحلة الفريك. فحضراتكم تقدروا تستغلوا الفريك في النقطة دي، هو ده اللي بياخدوا منه يشيلوا شوية يعملوا منه بقى الحمام والبرامات الحلوة بتاعتهم. بصوا ده قوام الكشك اهو بعد ما فك، اللي هو احنا أساسا عملنا أصله هنا. قلنا هم هناك بيستخدموا هنا ايه؟ لبن الجميد. طب ايه البديل عنه عندنا هنا؟ قلنا الزبادي نعمل منه اللبنة، عملناها قبل كده ورجعوا الحلقات على اليوتيوب في قناة الأهلي هتلاقوها. ناخد الزبادي نحطه في صرة كده أو في شاشة ونسيبه يتصفى طول الليل، لتاني يوم تبقى حتة لبنة حلوة كده، ونحط معها لبن رايب. حلو الكلام. طيب إيه التوابل اللي بياخدها الكشك؟ ولا حاجة خالص، ما بياخدش غير شوية شطة وشوية لبن الجميد وشوية كمون وشكرا على كده. طب ببدا اعمل ايه؟ باخد الاول المجروش ده اول مرحله فيه، اروح حط عليه الشطه والكمون وشويه اللبن واقلبهم مع بعض واسيبه 12 ساعه. بعد ما تسيبوه 12 ساعه ترجعوا تجيبوه تلاقوه حجر كده وبقى بدا ياخد طراوه شويه، تيجوا بقى تقعدوا يعني تبسوه كده تلاقوه فرفط وعمل زي رمل البحر. هحط المرحله الثانيه من اللبن اللي هي وقعده تاني زيهم 12 ساعه، وبعدين ابدا اخده اطلع اكور الكور اللي حضراتكم شفتوها دي واحطه على حاجه وابدا انشره في الشمس. هم هناك بسم الله ما شاء الله ربنا يجعله عامر دايما بيعملوا كميات كبيره، لهم بيعملوا للحبايب والاهل وبيبقى بيت عيله والحاجات دي كلها، فبيعملوه ويوزعوا بيه على بعض. تمام. مدي شكل البليله، ما هو ده قمح البليله. امال انا بقول ايه من الصبح؟ مين اللي معايا؟ يا بهجت انت كده كنت جاي متاخر عن الكلاس بتاعك صح؟ في حد في الكنترول جه متاخر يقول لي مدي شكل البليله، وانا لسه بقول اصلا ده قمح اللي بنعمل بيه البليله. خلاص يا بهجت انا مسامحك بس ما تتاخرش تاني. ماشي، اوعى تكون انت بهجت اللي بيطلع في المسرحيه. بتذاكر من ورانا. طيب ابصيري. طيب ماشي. طيب انا هشوح بقى تشويحه حلوه كده. طبعا ريحه الكمون مع الملح مع البصلايه بتدي طعم حلو للبصلايه نفسها كمان لما تيجوا تحطوها جوه الوصفه الحلوه. بصوا بدا هنا مدي تقل، بناء بقى على الغلوه الحلوه دي اقدر انا اميز كده انا ممكن احتاج معلقه واحده دقيق اخف بيها او اربط بيها زي ما بيقولوا الخليط الحلو ده، يديني بقى خليط الكشك الحلو ده. خليني كده ماشي اخد انا الدقيق هنا اهو، في عندي واحده هنا اهي وعندي بره تمام، وعندي هنا سم. خليني ابص بص على الفرخه. تمام، ميزتها انها ما بتاخدش وقت في التسويه، قلنا الفراخ البيضة ميزتها بترمي لحم شويه كتير بتستوي على طول ما بتاخدش وقت في التسويه سواء في الفرن صواني او مشوي او مسلوقه على النار سريعه. لكن انا بقول لحضراتكم انا كعظيمه لا انا مش بحب المرقه بتاعتها، ما بشتغلش بمرقتها خالص ولا بالجلد بتاعها. طيب هقلب بقى كده، بصوا كده، بصوا الكشك مع نفسه اهو مع المرقه اهو، شايفين تقل لوحده ازاي. هنربط برده هنعمل البصلايه بس اما نحطها فيه لازم البصلايه دي توصل لمرحله كده حلوه عشان اخد منها شويه على الوش واخد منها شويه جواه زي ما بنعمل البصاره زي ما بنعمل الكشك الالمازيه. معانا ام محمود، اهلا وسهلا ام محمود. العسل يا حبيبه قلبي، ازاي صحتك يا حبيبتي؟ الله يسعد قلبك يا رب. العسل صباحك زي الفل يا حبيبه. انا ما عملتش الكشك ده خالص. لا جربيه بقى وقولي لي ان شاء الله. تسلم ايدك والله. تسلمي. والله العظيم انت حاجات جميله. الله يسعدك. شفت وانت انا عمري ما عملت الكشك ده يا حبيبتي، ده جميل ومغذي قوي قوي يا ام محمود. الاطفال دي قوي كبار وصغيرين، وتقدري تحمري منه بالبيض كده وتكليف ساندوتش جميل بعيش بلدي. ما شاء الله عليك. الله يخليكي. تسلمي يا حبيبتي. تسلمي وتعيشي. يسعد صباحك. امين ويسعد صباحكم حبيبتي يا رب. صباح الفل. صباحك رضا من رب العالمين حبيبتي، جزاك الله كل خير. شكرا على مكالمتك يا ام محمود. بصوا بقى بديله وقته عشان حباته تنفش ويبقى استوى شويه حلوين مع المرق، عشان احنا ما شاء الله عاملين كميه حلوه. يعني الفرخه شغاله زي الفل اهي، تلعب باليه كويسه جدا، قدامها يعني خمس دقايق وبعدين نبدا ننشلها ونحمر ولا حاجه. بصوا البصلايه بقى على الخفيف كده وهتبدا تدي لون ان شاء الله معانا، ريحه الكمون جميله اللي بيتحمر معها البصلايه. ماشي حبايبي انا كده كده، لا استنوا بس لما نبدا نجهز حالنا كده. انا بس كنت عايزه انقل دي هناك بقى خلاص ثواني كده عشان اجيب البصلايه هنا ننجز فيها.
عشان ايه انا عايزه اقدمه مع حضراتكم. هنحط بقى دي هنا كده، وتعالوا البصلايه الاموره دي هنا جميله كده عشان تنجزنا. اهم حاجه ايديكم فيها، وايه وان شاء الله هتطلع وصفه جميله مغذيه. نقلب كده تقليبه حلوه. بسم الله، خليني ارفعه بقى من على النار كده. خلاص انا سايباه بقى هنا كده شويه يهدى كده مع نفسه اهو. هجهز بقى هنا معلقه دقيق واحده صغننه. بسم الله الرحمن الرحيم، معلقه واحده عشان نغمسه. ده بيتغمس، يتغمس بالعيش بالبصل زي البصاره بالظبط، مفيش فرق. خلاص، وهناخد عليها ايه شويه ميه ساقعه عاديه خالص، ميه من الحنفيه، مفيش اي حاجه تاني. نسمي الله، وخليني اعملها بالويسك احسن، عارفين ليه؟ عشان ما تكلكعش معايا في الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، ولو لا قدر الله كلكعت صفوها من مصفى، ما يجراش حاجه، كل شيء ممكن وايه ووارد، واحنا نتعامل معاه ازاي ده المهم. اهو قلبها حلو بس عشان ما يكلكعش معايا. خليها في جنب هنا، اما اجي بس البصله تدخل في وش في وقت التحمير هبدا اروح رابطه بيها وحاطه البصلايه عشان تدي طعم. بصوا البصلايه بدات خلاص اهي داخله في الوش التحمير. اهم حاجه ما تحمرهاش زياده قوي. ليه؟ عشان احنا حاطين كمون، وعشان كمان هي بتدي لون، وعقبال ما بتخلص التسويه بتاعتها والسخونيه بتاعتها بتكون بتستوي فيها برده، فبتحمر زياده، فعشان ما تخدعناش. خلاص، طيب بصوا كده الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، كده انا مش عارفه دي طلعت من القميص بتاعي، مش هشمرها بس. بصوا كده، بسم الله، خلاص هتبدا تدخل على التحمير. هحط نصها جوه الخليط وهنربط بمعلقه الايه الدقيق. تعالوا كده نسمي الله هنا على العين الصغننه دي، سنه نحط معلقه الدقيق كده اهي، شايفين ازاي اهو اهي. خلوا بالكم ما هيقعد هيتقل، خلاص هيقعد هيتقل عشان يبقى فيه روح. ومعانا استاذ محمد، يا اهلا وسهلا استاذ محمد. اهلا بيك، اهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. اخبارك ايه؟ الحمد لله، ربنا يبارك في عمر حضرتك يا فندم. ده اكل جميل كل يوم والله يا استاذ. الله يسعد قلبك يا استاذ محمد، شرف ليا والله ثقه حضرتك. الله يخليكي. بالنسبه للكوارع بس غير تقليديه. ايوه، المسلوق ناكل؟ لا، انا عايز حاجه بالنسبه للكوارع بالذات. عايز تعملها طاجن مثلا في الفرن معاها شويه حاجات؟ ايه رايك نعمل كده؟ خلاص هقولها لحضرتك حالا من عيني. عينيا يا استاذ محمد، تؤمر. حاضر يا فندم. طبعا الكوارع اهم حاجه فيها تنظيفها يا استاذ محمد، واول مرحله في غسلها. احنا بعد ما بننظفها ومن الشعر ومن الحاجات دي كلها بنغسلها بالليمون والملح والحاجات الحلوه دي. اهم حاجه، حاضر يا بنات، استنوا عليا دي خلص بس الوصف. الله يسعدكم يا رب. لازم حضرتك تديها غلوة على النار في مية بتغلي وعصير ليمونة، ليمونة ليمونتين بقشرهم، وسيبها تغلي تغلي لما تطلع الفوم اللي على الوش الأول وتتخلص من المادة الزفرة دي عشان تديك طعم في الطاجن مختلف. بصوا كده، هنحط شوية هنا بحبة السمن الحلوين، وهنسيب دول هناخدهم دلوقتي أهو. بسم الله كده، شايفين الجمال؟ روعة. خلينا ندوق بس اشوف لو ناقص ملح ولا حاجة. بسم الله، يا نهار ابيض، بسم الله ما شاء الله، مش ناقص حاجة خالص، الحمد لله الحمد لله. تعالوا بقى نقدم في طبق بسرعة، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم، مغذي 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 وجميل جدا. واسمحوا لي ابعت تحية لعماتي في الصعيد، كريمان وروشان وشاهيناز، لانه هم اللي كانوا بيجيبوه لنا وانا كنت صغيره، انا فاكره كويس جدا، فانا طبعا لازم ابعت لهم تحيه. بصوا بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. اللي عايز يعمل شويه صلصه حمراء، في ناس بتحب جنب الكشك تحط صلصه حمراء، يعني شويه ايه طماطم كده بالثوم ومش عارف ايه تحط على الوش كده، لو حابين اللي يريح حضراتكم. هو لوحده بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جميل ومغذي. تحط بقى يبرد كده وتحطه على وشه البصل المقرمش اللي احنا محمرينه ده، وايه وتاكله بألف هنا
وتحتفظوا بالباقي. وهو على فكرة بيستخدم كتير في الفطار والعشاء زي ما قلت حضرتك، بطريقة التحمير الجميلة الحلوة دي. وجبة مغذية ووجبة مفيدة، وأهالينا كانوا بيتعبوا قوي على فكرة في عمال الحاجة دي وما زالوا، فربنا يبارك فيهم ويديهم الصحة جميعا يا رب، ودايما عامر دايما عامر. بصوا كده، تعالوا بقى احنا هنا حطينا كده شوية، معلش هطفي النار هنا، تعالوا ناخد شوية البصل الحلوين دول بقى على الوش. أنا صفيت طبعا كل الحاجات فيه، نحطهم بقى هنا. تعالوا كده، شايفين الجمال ما شاء الله. الناس المحبة بقى للأكلات الإيه القديمة زي أستاذ أحمد كده، وأتمنى يا رب يا أستاذ أحمد يعني حضرتك تعمله والطعم يكون نال الإعجاب. بسم الله ما شاء الله. هنطلع حالا، واستسمح حضراتكم بقى ان احنا ايه نستعد لبريك، عقبال ما اقدم بقى انا الكشك الصعيدي الجميل ده هناك في طربيزه. هستسمحكم في استراحه ونرجع نستكمل وصفه جميله من قلب الصعيد في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي بقى ايه بنستعد كده لوصفه جميله برده، الحاجات الجميله قوي في الصعيد، وبرده في اخواتنا في اسكندريه بيعملوها بحبها. الرشطه، بيعملوا الرشطه او المخروطه، بس هم في الاسكندريه، عشان انا بحب اهل اسكندريه وتحيه ليهم كلهم طبعا، وتحيه لحبايبنا اللي في اسكندريه. بيعملوها مش زينا على البخار، بعد ما بيعملوا العجينه بيحمصوها في الفرن يخلوها شبه الشعريه الذهبي، وبعدين يروحوا عاملين ايه بقى، يروحوا سلقينها زي المكرونه، ويروحوا حاطين عليها بقى الحاجات الحلوة، السكر والسمن والحاجات دي. بسم الله. تمام؟ أيوة، هاخد بس الغطا ده معلش أأمن نفسي. أيوة اسمحوا لي. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. ليها نوعين، نوع بيتحط عليه عسل أسود الفلاحي والصعيدي. الصعيدي ده اللي هو بالسكر والإيه والسمن على النار، تبقى دقيق وميه وملح بس، بتبقى شبه الشعريه بعد ما بتتجهز، مفيش حاجه تاني. طيب هنحط دي هنا، معلش انا ايه هنا بقى بيسموها كمان، لا الادوسيه حاجه تانية، ليها طريقه زي الكسكسي، بيردوها ويرجعوها زي الكسكسي. لكن المخروطه مخروطه معروفه. تعالوا كده نعمل العجينه بتاعتها سهله ونقول ما قدرنا، حاجه بسيطه قوي، وكانوا زمان بيعملوها مانيوال، دلوقتي بقوا ما شاء الله بالمكن بتاع المكرونه اللي بيفرد اللازانيا، والمكرونه تتقطع شرايط سواء عريضه او رفيعه مفيش مشكله. انا بصراحه عاملها بايدي عشان الناس اللي ما عندهمش المكنه وما رضيتش اجيبها النهارده. طيب المخروطه عباره عن نص كيلو دقيق، رشه ملح، ميه شويه شويه، العجينه بتبقى قاسيه شويه يا جماعه، ما تبقاش عجينه لينه، لازم تبقى ماسكه نفسها كده وناشفه، ولازم تريحوها على الاقل ربع ساعه 10 دقائق قبل التقسيط. تقسيط يعني ان انا اقطعها قطع واعملها دوائر صغيره عشان اقدر افردها وتديني فرد بطريقه ناعمه لو انا هستخدمها مانيوال. طيب عندي عسل اسود وعندي سم، انا هنا بصوا شويه بس بديهم لون كده، لازم كل شويه خلوا بالكم معايا قولوا لي ها، انا مهدية النار بس سن ماشي. ومعانا عسل اسود ومعانا سكر بودره، ما عايزين تحطوا شويه مكسرات، شويه سكر بودره، معلقتين ثلاثه سمنه حلوين، عندكم بقى شاشه دبلان ده او حاجه قطن ماشي. انا هنا الفرخه بتتحمر عامله درع، درع الحمايه كده. وتمام، خلينا بقى ايه نمسح هنا وناخد كده الايه العجينه الحلوه دي نحطها، شويه دقيق ورشه ملح والميه شويه شويه، يلا بينا. تعال بسم الله، ادي كده في عدسيه واقعه هنا. لا والله فكريني باللي في الفرن اهي. هناخد كده شويه الدقيق دول، وعندي رشة ملح، في هناك لما بيستخدموا القدوس في الصعيد عشان يستعملوا المخروطة دي اللي هو من الفخار ده. بصوا بقى
هناخد كده شويه ميه شويه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا مش حاطيني ال بسم الله. بسم الله. يلا بينا. يلا. طلع الفرخة دي. مية شوية شوية. أشوف كده القوام بتاعها. لازم تبقى ماسكه شويه. ايوه تبقى عجينه جامده كده كده ماشي. لو احتاجت تاني هنحط لها دي. بس اطلع دي خلاص. كده بقى زي ما هي، مش هجمل. نحطها هنا وتعالوا بينا يلا ناخد العجينه واريكم شكلها عامل ازاي. بصوا كده لازم تبقى شويه ماسكه نفسها، ناشفه يعني، ما هياش عجينه ايه لينه. تسلم ايديكم وعينيكم اهي، جامده. شايفين ازاي لازم ترتاح شويه، لازم ترتاح. الراحة تساعدنا في فردها كويس، الراحة هي اللي هتساعدنا ايه في فردها. ماشي اهو. طبعا هنحتاج كمية دقيق كويسة لا بأس بيها جنبنا، عشان الدقيق ده مهم اهي. شايفين ماسكة ازاي، عجينة ناشفة ازاي، دي مهمة. خلاص طيب هاجي هنا هروح مكوراها كور. هي دي ارتاحت زيادة، معلش هنحط بقى عشان نفرد. هناخد كده شوية بقى دقيق. البولة اللي كانت جنبي فين اهي، شوية دقيق حلوين بقى كده. دي بقى الطريقة اللي انا بقول لحضراتكم، انا هنا بسلق مية، بحط مية تتسلق عشان اسلقها فيها، اللي هي طريقة تانية غير اللي بتستوي فيها على البخار زي المكرونه كده. بس هوريكم طبعا عملتها ازاي اهي. بصوا لونها، اجيبها لكم فين، شايفينها كده، شايفين لونها روعه. خلاص اهي تطلع بقى هنقدمها في الطبق. اوريكم دلوقتي بتتفرد ازاي. وطبعا عندي هنا رول احنا مجهزينه اصلا عشان طريقه التقطيع عشان الوقت. بصوا بقى طبعا شويه دقيق حلوين فوق وتحت، ونفرد حتت صغيره حتت صغيره، ولازم تبقى في مردنه ناعمه يا جماعه، يعني مردنه مش عريضه قوي زي اللي انا ماسكاها دي عشان تساعد في الفرد. معانا مدام سميره حبيبتي، اهلا وسهلا مدام سميره. صباح الفل يا حبيبتي. صباح الفل على عيونك يا حبيبتي. صباح الجمال والحاجات الجميله والمعلومات الجميله يا حبيبتي. الله يسعد قلبك يا رب. تسلم ايدك يا حبيبتي على كل حاجه. تسلمي وتعيشي مدام سميره. وميرسي لندى وميرسي للكاست كله. يا حبيبتي انا وانتم طيبين بمناسبه عيد الحب. يا حبيبتي ربنا يخليك يا رب، نحبكم كلكم يا مدام سميره والله. امين يا حبيبتي ربنا يديم المحبه دايما. الو ربنا يديم المحبه دايما يا مدام سميره. ميرسي يا حبيبتي. عايزه بس اعيد على ابن يوسف ابن ابني. طبعا اهلا وسهلا. كل سنه وهو طيب. وانتي طيبه، اقول له كل سنه وهو طيب. وايفا بنت اخويا، كله ما شاء الله يا حبيبتي. ما شاء الله كل عيد الحب يعني. عيد الحب في الدلو. يا حبيبتي ما شاء الله كل سنه وهم طيبين عقبال مليون طيبة سنه يا حبيبتي. في صحه وسعاده يا مدام سميره يا رب. ميرسي يا حبيبتي ربنا يديم.
تسلمي تسلمي وتعيشي حبيبه قلبي، شرفتينا ونورتينا. وبعت تحيه لمدام سوريا في استراليا واقول لها كل عيد حب وانت طيبه وسعيده وانا بجد بحبك من قلبي. بصوا انا بعملها كده عشان انا عايزه اخدها على حاضر. بصوا بصوا بدات تطرى ازاي. تعالوا هنا يا هيمه، هيمه يا هيمه اهي هتبدا تطرى زي المكرونه تتسلق. دي اللي بيسموها الرشطه. بصوا بتبقى طعمها تحفه، التحميصه دي بتدي طعم يجنن. عارفين زي ما تاكلوا معالي كده وتحسوا ايه. وبعدين بناخدها للي ما عندوش مكنه يا جماعه، شرايط رفيعه اهي قد ما ايدك تساعدك، قد ما ايدك ايه تساعدك. دي لو انت عايزه تسلقيها انا هعمل لكم الطريقه الثانيه اللي هي في الدبلان. ولازم دقيق، لازم دقيق، لازم تتفرفط. بصوا وتطلع رشه دقيق حلوه تفرفطها كده، ما تسيبوهاش من غير دقيق خالص. وبعدين هننفض الدقيق ده كله في الاخر، كل الدقيق ده بيتنفض. شايفين تطلع كده ونصفيها ونعملها. خلاص ماشي حبايبي كده، لسه ما التانية تخلص يا جماعة. انتوا ليه كده؟ اه ما انا نفسي اعمل زيكم على فكرة. بصوا بقى هنا عندي شوية دبلان، اه دي ارفع من اللي على النار عشان التانية انا بشويها في الفرن. بصوا بقى حط الدبلان عندي مصفى، الحلة ما فيهاش مية كتير. بصوا المية فين، بصوا المية فين، ما تلمس خالص المصفى خالص. حلو هحط المصفى ولازم يبقى من حواليها مسدود كده. هنزل الدبلان، هاخد بقى شويه الحاجات الحلوه اللي انا ايه فرفضتهم دول بتترص. لو عندكم المكنه بقى وهتسهل على حضراتكم هيبقى اخر جمال وحلاوه. هنعمل ايه، هنقفل عليها، هوريكم دلوقتي هقفل عليها ازاي بالراحه جدا، ما بيتضاف لهاش حاجه خالص اللي بتبقى على البخار دي، بس هتتقلب خلاص. وبعد ما هتتقلب هنطلعها نفرفطها وهنبدا ايه نحط عليها على طول السمن والحاجة. بصوا دي طريت، يلا هنبدأ ننشلها بقى ونطلعها في الطبق بتاعنا. السبايدر بتاعي فين؟ لا مش اللي قاعد قدامي، أنا عايز السبايدر التاني يا محمد، اللي بالإيد الخشب. يلا بينا إيه نصفي القمر ده. خلاص لقيته يا حمادة، شكرا ليك ولذوقك، جزاك الله كل خير. آه خلاص هنطلع بقى ونإيه ونقدم القمر ده. بسم الله أهي، بصوا بقى بسم الله. المخروطة دي بتاخد على النار سم الأول وبعدين نحط عليها بقى أي إضافات، عايزين بقى سكر عايزين عسل، المهم تاخد السمنة الأول. لكن اللي أنا عاملاها دي واللي اتحمصت أنا خدتها وهي عجين بعد ما قطعتها شرايط عريضة حطيتها في الفرن، ما دخلتهاش بخار. خلاص أهي زي ما حضراتكم شايفين كده. تعالوا بقى إيه نحط عليها الحاجات الحلوه دي، ريحتها تجنن. يلا بينا هناخد العسل، انا هاخد العسل والمكسرات. يلا بينا العسل ده قمر، يلا بينا. يلا حبايبي بصوا الجمال، واو يا نهار ابيض ليهوي. انا مش مسؤوله عنكم، غير مسؤوله. شويه مكسرات ان شاء الله، ماليش دعوه ما تقولوليش هيختلوني يا علي جوه، انا ما خايفه. تعالى يا علي هات السلاح معاك. تعالى يا سلام تنورنا كده. خلاص يلا بينا اخر حاجه. معلش ما انا بحبه والله يا رانيا، اه صراحه يعني ناس هنا قمه الاحترام بجد. يلا بينا يلا بينا بسم الله. وادي الرشطه او المخروطه بطريقه مختلفه. حلقه صعيدي يا ابوي على حج وعلى شرف استاذ احمد. بصوا بقى دي، بصوا شايفين اهي اهي شايفين، ما بحطلهاش حاجه لما تخلص، بدات تخلى في التسويه اهي. لسه هغطي تاني وهتطلع معايا زي الفل ان شاء الله. ودلوقتي بقى عشان هيضربوني خلاص، عايزين نستسمح حضراتكم بعد الحلقه الصعيدي دي. تحيه لكل اهلنا في الصعيد، اتمنى يا رب اكون عند حسن ظن حضراتكم. نستعد عشان الفقره الطبيه بعد الاستراحه، في انتظار حضراتكم.